السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في حل ملحق كتاب المعاصر. معانا النهاردة التيست نمبر 12، الامتحان رقم 12. مع بعض نبدأ بالاستماع. Grandpa's village was very quiet. Now there is a lot of people. There were no cars in the past. Now there are lots of trucks and cars. Grandpa was 8 years old when he purchased the box of memories. Now Grandpa is very old. Grandpa's village was very quiet. كانت هادئة جدا. طبعا true كانت في الأول هادئة، يبقى هنا هنحط true. Okay. There were a lot of cars in the past. طبعا false، ما كانش في عربيات كثيرة في الماضي. Grandpa's very young now. طبعا هنا false عشان هو كبير دلوقتي. There are lots of trucks and cars now. True، في عربيات وشواحن كثيرة الآن. ننتقل إلى سؤال الثاني. Read and complete the text with word in the box. Famous مشهور. كراتي كاراتي. هول حفرة. Authors مؤلفون. Authors يعني مؤلفون. In Egypt في مصر we make a lot of movies. بنعمل كثير من الأفلام. And many are famous بعضها مشهور. We have authors عندنا authors. Authors يعني مؤلفون، وبعندنا مؤلفون who won important prizes اللي فازوا بجوائز هامة. And of course we love sports، وبالطبع بنحب الرياضة. Anyone who loves karate، أي حد بيحب الكاراتيه knows the name of one of very famous، هيعرف الاسم بتاع اللاعبة المشهورة famous karate player فريال عبد العزيز. Read and match A with B، اقرأ وصل A مع B. Okay. What time؟ ما الوقت؟ Does the train؟ ايه الوقت اللي القطار leave to طنطا؟ القطار هيغادر الى طنطا، يبقى what time does the train؟ ما هو وقت مغادرة القطار الى طنطا؟ يبقى هي number one. Erosion اللي هو التآكل، التآكل ده takes nutrients from the soil، بياخد المواد الغذائية من التربة، اللي هو erosion اللي هو التآكل. number two. The trash القمامة can kill ممكن تقتل ايه sea animals. Sea animals يعني الحيوانات البحرية. We should clean يجب ان ننظف our beaches شواطئنا، يجب ان ننظف ايه شواطئنا، يبقى هنا number 4. Okay. ننتقل الى النص. Many people think that social media is bad for us. كثير من الناس يعتقد ان السوشيال ميديا سيئه لينا. Because we spend too much time on it، علشان احنا بنقضي وقت كبير عليها. They also believe that we are not safe online، وكمان بيعتقدوا ان احنا مش امنين على النت. On the other hand، على الجانب الاخر، some people بعض الناس think that it's great and fun، بيعتقد ان هي ممتعه ورائعه. Social media is a good thing، السوشيال ميديا دي شيء جيد. But we should be careful، يجب ان نكون حريصين. And stay safe online، وتبقى امنا على الانترنت. Many people think that watching too much TV، ناس كثيرة بتعتقد ان مشاهدة التلفزيون لفترة كبيرة is not a good idea، مش فكرة كويسة. It wastes our time، بيضيع وقتنا. Because we can spend many hours، لان احنا ممكن نقضي ساعات كتير watching it في مشاهدته. In my opinion، في رأيي، watching too much TV، مشاهدة تلفزيون لفترة طويلة، can be useful to learn، ممكن يكون مفيد. To learn what is going on the world، عشان تعرف ايه اللي بيحصل في العالم. But we should not let it waste our precious time، ولكن لا يجب ان ندعه ان يهدر وقتنا النفيس. Precious معناها نفيس او ثمين. Precious. Okay. ننتقل الى اسئلة القطعة. عندي اول سؤال. The word useful، كلمة useful دي، the word useful means، means معناها تعني، يعني كلمة useful دي معناها ايه؟ طيب useful معناها مفيد، يبقى good، يبقى جيد. اوكي. السؤال التاني. The text is mainly about، النص عن ايه؟ النص عن السوشيال ميديا، عن مواقع التواصل ايه؟ الاجتماعي. Give one reason why social media is good، اديني مثال واحد ليه التواصل الاجتماعي ده مفيد. تعال نشوف كده مع بعض من القطع السبب هنطلعه ازاي. اهو يبقى هنقول it can be useful to learn what's going on the world، لكي تتعلم ما يحدث في العالم. يبقى ممكن نستخدم الريزن ده، السبب ده، ونكتبه في
السؤال رقم 3. اوكي، هاو كان تي في ويست يور تايم؟ كيف التلفزيون يهدر وقتك او يضيع وقتك ازاي؟ التي في، تعال هنا نشوف. اوكي، it wastes your time because we can spend many hours watching it. اهو يبقى we can spend، يمكننا ان نقضي many hours، ساعات كثيره، watching it، في مشاهدته، علشان كده هيضيع لنا ايه الوقت. يبقى هنكتب اجابه السؤال ده اللي احنا علمنا عليها في القطعه. Reorder the word to make correct sentence. أعد ترتيب الكلمات علشان نعمل جملة صحيحة. أول حاجة هنقول I don't feel well، يعني أنا لا أشعر بتحسن، مش حاسس بتحسن. Number two، there is a big shopping mall. There is، يوجد، is a big shopping mall، يعني يوجد مول تجاري كبير. اوكي، رقم 3، people fast during رمضان، الناس بتصوم في رمضان. اهو people fast during رمضان، الناس بتصوم في شهر ايه حضرات؟ رمضان. اوكي، سؤال الترقيم، هنبدا طبعا بكابيتال W، وي ترافل اون ووتر باي شيب اور بوت، ونحط الفول ستوب. هنا هنعمل موضوع وات كان يو دو ان يور سيتي، تعمل ايه في مدينتك عشان نوقف تلوث الهواء. اوكي، يبقى نقول مثلا وي شود، يجب علينا ستوب، نوقف the air pollution، تلوث الهواء، the air pollution، دي أول جملة. طيب تعالى بقى إيه الأفكار اللي ممكن نعملها عشان نوقف تلوث الهواء. We can plant trees، we can plant، ممكن نزرع more trees، أشجار كتير. تمام، فكرة جميلة. ممكن نعمل إيه؟ We can go to school on foot or by bikes. We can go to school، ممكن نروح المدرسة on foot، مشيا على الأقدام، or by bikes، أو بالدراجات. تمام، we try or we can use، ممكن نستخدم السولار انرجي، الطاقة الشمسية، عشان ما بتعملش تلوث. وبكده حضرات نكون خلصنا الامتحان رقم 12 من ملحق كتاب الباهر. انتظر ان شاء الله في شرح باقي الامتحانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.